اهلا مشاهدي كرام، مشاهدي انفاس بريس، ضمن حلقه جديده من برنامج ضيف وقضيه. قضيه اليوم سوف نناقش فيها عدد من الامور تتعلق بالتعديلات حول النقاش الان الدائر المجتمعي حول مدونه الاسره، وايضا سوف نناقش يعني عدد من القضايا تهم ايضا الشان المجتمعي المتمثل في الازمه حول التعليم. الان دخلنا للشهر الثاني على التوالي. لمناقشة هذه الأمور معنا الأستاذة مريم جمال إدريسي، المحامية بهيئة المحامين بالدار البيضاء. أهلا وسهلا دكتورة. شكرا لهذه الاستضافة والله يبارك فيك. إن شاء الله. أولا كان سبب نزول الدكتورة مريم جمال إدريسي، حزتي مؤخرا على هذه الدرجة، هذه كنت منولك التوفيق وكنهنئك مرة أخرى، ودرتيها حول كان الموضوع ديال استقلال النيابة العامة. هذه واحد 6 سنوات تقريبا لما تم تنزيل هذا المبدأ هذا، كيف ممكن تعطينا فكرة حول هذا الأطروحة ديالتك؟ استقلال النيابة العامة بالمغرب هو واحد الموضوع البحث ديالي تزامن مع الاستقلال بالفعل، لأنه الوقت اللي سجلت الأطروحة ديالي كان هو الوقت نفسه اللي غادي تكون فيه عندنا نيابة عامة مستقلة. كبرت مع هذا الاستقلال. دونك هي النيابة العامة كنعرفوا بأنه في المغرب كما في باقي أو في بعض الدول الأخرى تعتبروا يعني رجال أو نساء القضاء، يعني كتكون من الأفراد ديالها هم ينتمون إلى سلك القضاء، وبالتالي تطرح النقاش كنعرفوا من بعد دستور 2011 ومن بعد استقلال السلطة القضائية طرح واحد النقاش اللي كنا تعيشنا معاه على مستوى حقوقي وعلى مستوى سياسي على جميع المستويات حتى الفقهية والتنظيرية، تقول بأنه واش غادي يكون استقلال السلطة القضائية مدعاة لفصل النيابة العامة عن سلطة وإشراف السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، يعني عن وزير العدل. ويمكن راك تتذكر هذاك النقاش وذاك الصخب الفكري اللي تعيشنا معاه، كيفاش انه غادي يمكن تكون النيابة العامة مستقلة، وشنو هي الشروط وشنو هي الآليات وشنو هي الإمكانيات اللي ممكن توفر لها باش تقدر تكون يعني جزء من السلطة القضائية، وهي ايضا لا تقوم باعمال القاضي الجالس. يعني احنا كنقولوا باش نبسط، تنقولوا النيابة العامة هو قضاء واقف، وان قضاء الحكم هو قضاء جالس، وكنعرفوا بان القضاء الجالس يبث في الخصومه، يفصل في النزاعات. اما النيابه العامه عندها ادوار مختلفه قبل المحاكمه، اثناء المحاكمه، ومن بعد المحاكمه. هي تقوم بالاشراف على الابحاث التمهيديه والرقابه على الضابطه القضائيه، وكنعرفوا انها كتقدر عندها السلطه ديال الاعتقال الاحتياطي، انها كتكون في المحاكمه واحد الخصم اللي منعوت بالشريف لاعتبار انها تمثل المجتمع، انها كدير مرافعات مرافعات شفويه، انها كتدافع على المجتمع كطرف وطرف اصيل في القضايا الجنحيه والجنائيه. وهنا كتنتقل الادوار ديالها من ديك المرحله ما قبل اللي هي كتكون يعني كدير الابحاث الى كتولي خصم، وكتجري يعني حتى قبل المحاكمه عندها الامكانيه انها دير اجراء الصلح، وهنا كتقدر تكون حكم، ثم فيما بعد كدير الطعون وكدير الاجراءات الاخرى، وكتقوم على الاشراف على مجموعه يعني ممكن اجراءات كثيره. اللي مهم يعني الاشكاليه المحوريه اللي كانت في الموضوع، ما غاديش نرجعوا بطبيعه الحال او ما رجعناش الى الذي مضى، نقولوا واش هي الاصوب او الاصح تكون تابعه الوزير العدل او ما تكونش تابعه له، لان الحسم هو انه كان خاصه يكون فصل عن السلطه التنفيذيه الا بغينا نهضروا على سلطه قضائيه، ولكن طرح اشكال حقيقي ديال السياسه الجنائيه. لان المفهوم ديال السياسه الجنائيه بهاد المستجدات بحال ما بقاش واضح، وحتى القرار ديال المجلس الدستوري ابانها المحكمه الدستوريه حاليا اعتبرها جزء من السياسه العموميه، ولكن في نفس الان اعتبر بان المشرع هو اللي كيدير هذه السياسه الجنائيه اللي يعني فضي النقاش ووضع نقطه الختم لكل نقاش اللي كان تطرح، وهذا في حد ذاته اشكال واشكال كبير، وهي اشكاليه لا زالت قائمه الى الان. لان السياسه الجنائيه الى ان نعتبروها جزء من السياسات العموميه فهي من اختصاص السلطه التنفيذيه بموجب الدستور، الى غنعتبروها هي تشريع فما الداعي لوصفها بالسياسه؟ لان احنا كنعرفوا التشريع عنده سياسه تشريعيه نعم، ولكن تتجسد في نصوص قانونيه. وإذا غنقولوا بكل بساطه ان السياسه الجنائيه هي تجريم والعقاب والمنع،
دونك هنا كنهضروا على قانون ولا كنهضروا على القانون فالجميع يطبق القانون، جميع الاجهزه المعنيه بانفاذ القانون تقوم بانفاذ القانون بما فيهم النيابه العامه بما فيهم قضاء الجلسه بما فيهم قضاء التحقيق بما فيهم الجميع يقوم يعني ادواره هي تطبيق القانون. دونك ما هي الخصوصيه او الخصيصه التي يمكن ان نتحدث عنها في النيابه العامه حينما نقول انها تنفذ السياسه الجنائيه والمجلس الدستوري كرجعنا كنقولنا بانها نص قانوني؟ دونك ما بقى حتى شي حاجه الا غنعتبروا سياسه عموميه. دونك كيخص تبقى على الاقل حتى درنا واحد الدراسه مقارنه شنا بان فرنسا سي فغي ان فرنسا ما داروش يعني استقلال النيابه العامه عن وزير العدل بشكل قطعي او بشكل كلي، ولكن سحبوا منه القضايا الفرديه، ما بقاش عنده الحق يتدخل في الدعاوى العموميه وبقى عنده الاشراف على السياسه الجنائيه على اعتبار انها سياسه امه كما جا في الدستور ديال فرنسا، وبالتالي بقى يعني واحد الموازنه في اطار التعاون او هذا او التوازن، بقات واحد الموازنه ما بين السلطات ديال السلطه التنفيذيه في القطاع المعني بالعدل اللي هو حارس اقسام فرنسا وزير العدل، وما بين النيابه العامه اللي كتقوم بتنفيذ السياسه الجنائيه وخصها تبقى في التنسيق مع الوزاره المعنيه باش هذيك الوزاره تقدر تعطي حتى هي التقارير ديالها للمجلس الحكومي باش تبين فين وصلت التصور ديال الحكومه في ما هو سياسي، لان كنقولوا سياسه دونك هي سياسه. اما تطبيق القانون، تطبيق القانون شيء اخر، وكان هذا الخلط هذا طلب يعني واحد توضيح، طلب واحد البحث، طلب واحد المقاربات اللي هي موضوع الاطروحه. مرة أخرى مبروك عليك ونتمنى لك التوفيق. من السياسة الجنائية ننتقل إلى السياسة المجتمعية. الآن النقاش الدائر حاليا هو هذا التعديلات ديال مدونة الأحوال الشخصية. لماذا دائما مدونة الأحوال الشخصية في النقاش ديالها يصاحب هذا اللغط الاجتماعي؟ هل هي محط اختلاف أم محط اتفاق أم محط تضارب بين الأفكار على حسب الخلفية اللي كتحكم؟ هي مدونة الأسرة بصراحة حينما اطلع على وجهات نظر مختلفه اصابوا بنوع من الاحباط، غادي نقولها لك منير. علاش؟ لانه كان كنكتشفوا في كل محطه ديال تعديل القانون ديال مدونه الاسره ان كاينه يعني بعض الامور اللي هي غير مفتعله، ماشي 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 منطقيه، ما مبنياش على اساس. حيت مثلا نجيو نناقشوا مجموعه من المحاور اللي هي مهمه يعني وفرضات نفسها من اجل يعني التغيير. مثلا كنهضروا على النساء الحاضنات والاشكاليه ديال الولايه الشرعيه وكيفاش غادي تيسر الامور ديال الابناء ديالها اللي هي مشرفه على تربيتهم، اللي تعطاتها الثقه انها هي توكلهم تغديهم يعني الاستشفاء ديالهم ولا التطبيب والعلاج، كل شيء كل شيء، دراسه تربيه الاخلاق كل شيء توضع في ديك الحاضنه لانها هي اللي كتقوم بهذه الادوار كامله، الا انها توقع ورقه ديال الانتقال من مدرسه الى اخرى وكانها قاصره في هذه المساله بالضبط. والاشكال اللي كيحبطني انا عطيت هذا المثال غير باش نوضح وجهه النظر، اللي كيحبطني هو تنبقى نقول علاش ملي كنجيو هذه الامور كنستحضروا سلطه الدين، كان الدين ضد النساء وكان الدين يناصر الظلم. ما عمر الدين كيناصر الظلم، لان الواقع المجتمعي هو اللي كيفرض تغيير القوانين. المجتمع افرز عديد من الاشكاليات والمحكمه ولات عامره بمجموعه من الطلبات اللي كتعلق باذن ديال سفر ولا اذن ديال انتقال من المدرسه. ارهقنا القضاء بمثل هذه الملفات لانه في الغالب الاحيان كتلقى الرجال او الاباء اللي ما كيبغيوش يوقعوا اما تيعرض ديك الحاضنه للابتزاز تيقول لها غادي نوقع بمقابل تعطيني هذا، او لا عنده حساب شخصي معها وتيوظف الابناء والمصلحه الفضلى للابناء من اجل تصفيه حسابات شخصيه ذاتيه، لانه الاغلبيه ولا كيعاني وللاسف من واحد المشاكل النفسيه اللي كيبغيو يصفيوها في الخليه الاساسيه من المفروض انها تكون صحيه. حنا كنلقاو بان حتى الصحه القانونيه متوفره لهاش، ونجيو نبقاو نقولوا الشريعه لوغ كو الخطاب ديال صاحب جلاله نصر الله في مناسبه عيد العرش ولا البيان ولا البلاغ ديال الديوان الملكي واضح تيقول لك بانه الاجتهاد مفتوح الا ما يتعارض مع نص قطعي، والنصوص القطعيه هي النصوص القرانيه، ما غير ذلك ممكن الاجتهاد فيه. علاش كنرفضوا؟ علاش كنوليو كلنا في هذه المساله يعني تندخلوا في مزايدات؟ شكون فينا اللي متمسك بالشريعه كانها حرب ضد الدين؟ لوك هذا الشيء ما عندوش كانه وصي ايضا. لا، اولا الوصايه ما خصهاش الدار، ثانيا هذا مجتمعنا تعايشوا فيه جميعا، من هو متدين بتطرف او هو متدين باعتدال او ما هو متدين لنفسه وفي علاقته بالله سبحانه وتعالى ولا شان للاخرين فيه، كل شيء الناس خصها تعايش، المتحرر اليميني المحافظ كل شيء خصهم يتعايشوا في مجتمع، ما يمكنش يجي واحد الشخص بواحد العقليه ويفرضها على الجميع. اللي ممكن يتفرض على الجميع هو القانون، هذا القانون خصو يكون عادي
عادل، وباش يكون القانون عادل كيخصنا نقبلوا بعدا فكره التغيير. اما باش نقولوا لا هذا يتعارض او لا يتعارض بناء على نصوص واحاديث اللي تقدر تكون لم تعد يعني مسايره للمتغيرات المجتمعيه، هذا من ناحيه، اللي تقدر تكون في الغالب الاعم، وهذه حالات كثيره انها تنتمي الى المورد السوسيو ثقافي ولا علاقه لها حتى بالشريعه. يعني كاين عادات وتقاليد تم يعني الباسها لبوسا دينيا من اجل ضمان استمرارها، ومن اجل ضمان واحد الحاله ديال الاضطهاد اللي كتعيشها يعني المجتمعات بصفه عامه، تلك المجتمعات التي لا زالت تتدبدب، واش نزيد ولا ما نزيدش، واش نطور ولا ما نطورش، واش نكون حداتي او ما نكونش حداتي، واش الحداثه كونتر الدين. هذه امور اللي ممكن تناقش على مستوى ثقافي، ولكن ملي كتجي تشوف بان التمسك هذا كتتفاجئ ملي كتمشي للقانون الجنائي وكتلقى بانه ما عندناش تعازير وما عندناش حدود ما عندناش ديات، وقابلها المجتمع لانه لا احد يقبل عن نفسه ان تقطع يده. هو نمشيو بهذا المنطق. ثم المجتمع كنعرفوا بانه الحاليه الاسر كتعاون، يعني المراه والرجل بجوج بهم تيتعاونوا. يعني في نظرك هذا التغيير او هذا التعديل هو ضروره مجتمعيه نظرا لها؟ ضروره مجتمعيه. واي واحد قبل ما يفكر يعني في المراه كزوجه واللي ممكن رشحها في يوم من الايام ان تصبح خصما وخص القانون يساعده باش منين يكون في نزاع مع الخصم يكون متفوق، يفكر في ديك المراه ايضا كابنه كابنه كاخت ممكن تعرض للظلم من طرف زوج، او ممكن هي تعرض زوجها للظلم. حنا ما كنقولوش بان دائما الرجل في كفه والمراه في كفه وكانه نزاع بين جنسين، بالعكس هو نزاع بين فكر يتطلب الحداثه والتطور، وفكر لا زال يتمسك بعادات وتقاليد لم تعد مسايره ولا تعد لن تستطيع مسايره المتغيرات المجتمعيه. وانا كنهضر لك على المتغيرات المجتمعيه، غادي نقول لك بان النساء اليوم كيشتغلوا واحد النسبه كبيره على الاقل في المدن الكبيره، كنعرفوا بان حتى في المدن الصغيره حتى في البوادي حتى في البوادي راه كتنوض الصباح هي اللي كتمشي تحلب البقره، وهي اللي كتمشي تقابل توكل الدجاج ديالها، وربما كدير امور اخرى في الفلاحه. حنا كنعرفوا النساء شحال كيشقاو شحال كيكدوا شحال كيسعاو، دونك وكتساهم في تنميه الاسره، كتساهم في تنميه الاسره وكتساهم في النفقه. وهنا ما كاين حتى شي واحد تيجي كيقول لنا بانه النفقه راه فيها نص قطعي. الله سبحانه وتعالى جاب بنص قطعي، رجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ولكن حنا كنقولوا المتغيرات المجتمعيه والظروف ما كنتمسكوش بهذه المساله. كنعرفوا بان الاحكام القضائيه اليوم تجاه الامهات الحاضنات هي احكام بمبالغ زهيده فيما يتعلق بالنفقه. كنعطي لواحد الام 400 او 500 درهم تنقولها نفقي، دونك حتى الاحكام القضائيه تساير هذا التوجه ديال المراه خصها تساهم. دونك غنعطيها 400 درهم غتقري ولا غتلبس ولا غتوكل ولا غتشرب ولا شنو غادي دير بها، ولا نعطيها في السكن 500 درهم، السكن 500 درهم شنو كدير مثلا؟ شنو اللي كيحكم القاضي انه كيخرج المبالغ في نظرك الزائد؟ دابا ملي كنجي نشوف مثلا بان الدخل ديال الزوج متواضع او قليل، او ربما كيكون عنده دخل وكيجيب شهاده بانه شهاده عدم العمل اللي كانت عنده شي مهنه زعما شي عمل حر، وبالتالي تتخرج احكام بهذه الطريقه. المضمون او المفهوم المعاكس او المفهوم الضمني لهذا الشيء هو انه المراه عليها ان واش اللي كيوقع، لانه ملي كيصدر حكم على واحد يعني كيصدر حكم بنفقه ديال 400 و500 و600 درهم للواحد و600 و400 درهم السكن، شنو كنتظروا؟ كنتظروا ان المراه غتمشي دير عمل وغتمشي تخدم، دونك هي كتنفق. هنا ما كانت لا تثور ثائره ثائر على الدين ويقول لك لا 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 هذه المراه ما خصهاش تنفق، لان الشريعه فيها نص قطعي بان الرجال قوامون على النساء. غير باش نعطي انا كأنا كنحاول نجس النبض ديال اي عقل يحاول ان يفكر بان المساله ماشي مساله الدين، مساله مصالح، مساله الحفاظ على الامتيازات، هي رغبه في ابقاء امتيازات ذكوريه. ومني كنقول ذكوريه رجل وامراه جاهزه، لان حتى ذوك الرجال كيربيهم نساء، هي امتيازات ذكوريه جاهزه اريد لها ان تبقى، اريد لها ان تبقى اجتماعيا لان هناك فئه تستفيد على حساب فئه، واريد لها ان تبقى سياسيا لانه كاين واحد التصور ديال انه يبقى بنادم عايش فهاد نعم. هاد العقليه دوك ما تلمستهاش دكتوره في المذكرات اللي ترفع سواء باسم جمعيات ولا احزاب ولا نقابات، يعني ما تسرب من مذكره كيبان على انه راه هاد العقليه اللي تكلمتها بالعكس مدونه في هاد المذكرات اللي ترفعت اللجنه المختصه. اكيد، لانه هنا الاختلاف لا يفسد الود قضيه. المشكل انا ملي كنتحدث مثلا ما باغاش نقول الفكره ديال ان هذا خطا وهذا صح، فقط حنا كنناقشوا علاش ما نراجعوش الافكار اللي حنا ورثناها ونشوفوا الامكانيه ديال التقليص اللي هو ما بين واقعنا وقانوننا. اما هي الاحزاب ولا الجمعيات فيها المحافظ وفيها التقدمي،
فيها اليساري وفيها الذي لا زال يتمسك بهذا الموروث السوسيو ثقافي. دونك ماشي هذا هو المشكل، لانه كل واحد كيلقى ذاته في واحد التجمع او واحد الجمعيه او واحد الحزب اللي كيعبر على افكاره، ماشي مشكل. ناصر الفكره ديالك ورافع عليها، ما كاينش مشكل. انا غنعطيك غير الفكره ببساطه شنو هي. الا كنا في واحد القانون منصف وعادل ونقدروا نسميوه حداثي ومتحرر نسبيا، ما الضرر بالنسبه لمن يتمسك بان يكون محافظ؟ انت المحافظ، عيش محافظ، تصرف كما بغيتي، عندك الاريحيه. ولكن علاش غنضر اسر اللي هما كيامنوا بالحداثه؟ علاش غنضر مجتمعات او مدن كبرى اللي فيها اشكاليات حقيقيه فرزتها الخصومات والنزاعات ما بين الازواج؟ علاش انا غادي نقص؟ علاش ما نكونش قانون اوسع واشمل لكل هذه الاختلافات؟ حيت في النهايه كتلقى بانه مثلا نحن يعني كمنظمه النساء الاتحاديات باغ اكزومبل تقدمنا بواحد المذكره اللي فيها واحد التحرر، ماشي تحرر بالمفهوم اللي كيبغيو الناس يقولوه، لا، يعني فيه واحد سقف عالي كنقولوا بانه يكون واحد لا مارج، تكون واحد المساحه اكبر القانون تيوفرها باش نحميو المصلحه الفضلى للاطفال وباش نحميو الاسر. كنا ضد انه يكون الطلاق سريع، ضد انه تكون مسطره الصلح سوريه وتكون مسطره الصلح حقيقيه، ضد ان الرجل يتم اعتقاله من اجل اهمال الاسره، وانما يجب تحميل المراه كذلك ما دام انها تسهم في التنميه المجتمعيه عليها ان تسهم في التنميه الاسريه. يعني كاينه افكار جميله، علاش حنا غادي نقولوا بحكم قيمه هادو يسار هادو بغاو يخالفوا الشريعه؟ هاد الاصطفافات ربما هاد الاصطفافات لا تخدم مصلحه المجتمع ولا تخدم مصلحه الفضله للاطفال، لانه حنا كنعرفوا الاكراهات اللي كنعيشوا فيها اليوم، هي اكراهات كبيره جدا وكل اب وام تحس بها ليل نهار. راه ما يمكنش تقول بانه القانون سيؤثر في التربيه او في العقيده، القانون ينظم العلاقات متى كان هناك نزاع او حتى قبل النزاع، ولكن تتبان الاثار ديالو ملي تيكون نزاع، واللي هو متمسك بعقيدته وقيمه واخلاقه لا اظنه في حاجه الى القانون اصلا. يعني من هذا النزاع داخل الاسر ننتقل الى النزاع خارج الاسر. الان اضافه الى هذا النقاش المجتمعي ديال المدونات الاسره، كاين ايضا نقاش اخر اللي هو مجتمعي يتعلق الامر بالاساتذه. احنا هذه شهرين وهاد الاساتذه مضربين. شهرين الاسر المغربيه ما لقياش فين دير وليداتها، كيمشيو كيرجعوا ما كيقراوش. مؤسفه. واش عندنا حكومه انها كتشوف هذا القطاع وكتفرج؟ باش نجيبها مختصره مفيده، غادي نقول لك بان الحكومه فشلت في تدبير هذا الملف، هذا فشل، فشل يعني يستوجب الاستقاله. ما قدرتيش دير السياسه. ما عرفتيش دير التكتيك من اجل تسويه المشكل على الاقل ولو بشكل مؤقت، من اجل تمكين فردات الكبد ديالنا ووليدات الشعب اللي حنا ولاد الشعب قرينا في التعليم العمومي من حقهم الدستوري اللي هو الحق في التعليم. كارثه انه كنعيشوا اليوم واحد الهضر خطير لهذا الحق في التعليم، والامور باقا غادا في هذا الاتجاه ديال كيفاش غادي نقنع الراي العام بانه لست انا المخطئ وانما الاستاذ. ولا انتم كاولياء امور وكتلاميذ الا بغيتوا زعما تحاسبوا شي حد حاسبوا الاستاذ. لا يمكن، لان المجتمع كيصوت في اطار الديمقراطيه على واحد الناس اللي كيمثلوا الحكومه اللي هما كيتحاسبوا وربط المسؤوليه بالمحاسبه هي هذه. هما اللي كيجيبوا الحلول هما اللي هو استاذ ينتمي الى قطاع كتعطيه واحد الاجر اما في اطار الوظيفه العموميه او في اطار التعاقد، كتعطيه واحد الاجر اللي هو بخس وحاط من كرامته كشخص عنده مكانه اعتباريه كبيره داخل المجتمع، وهذاك الحط من الكرامه الغايه ديالو هو المساس بتلك المكانه الاعتباريه. من الاستاذ كيشد 5000 درهم الا بغى يتزوج ويولد خصو يكري ب 3000 درهم، شحال بقى له باش يعيش؟ ما فهمتش هاد الناس باش كيفكروا، لانه ما يمكنش حنا نراهنوا على مستقبل ديال بلادنا ونراهنوا على التنميه في الراسمال اللامادي باستاذ اللي اصلا ما مرتاحش هو نفسيا وما مرتاحش ماديا. انا كنقولش الراحه يعني الماديه بواحد على الاقل الكرامه ديالو تكون محفوظه والمكانه الاعتباريه ديالو ما تمش، لانه منين غادي نوليو نحوروا النقاش ويكون التكتيك ديالنا
فعود ما يمشي في الاتجاه ديال تسويه الاشكال وتمكين الابناء والتلاميذ من الحق ديالهم الدستوري، نمشي في اتجاه ديال كيفاش انني نفقد هاد الاساتذه القيمه ديالهم داخل المجتمع. هذه يعني تكتيك متوجه نحو خصصه هذا القطاع 100% بدل ايجاد الحلول الحقيقيه وجعله عندك القطاع اللي يمكن اي واحد غيستافد منه، اللي ما عندوش امكانيات، اللي عنده الامكانيات ومازال يؤمن بالتعليم العمومي. حنا كنعرفوا شحال من واحد راه عنده الامكانيات، وعلى الاقل في الثانوي كيقول لك انا الولد ولا الابن ديالي يمشي باش يتحك شويه ويتعرف ويعرف كومون سا سباس في التعليم العمومي الى غير ذلك. وانا من الناس اللي زعما كنقول كون كان التعليم العمومي متوفر بواحد الجوده كتتعلق اولا يعني بما هو لوجيستيكي، لانه انا شفت اساتذه اللي تيقول لك انا كنشري الماركور من جيبي وما هو يعني مادي انك توفر الاستاذ واحد الكرامه ديالو داخل المجتمع، راه كنا غنديو وليداتنا التعليم العمومي. علاش حنا غنتحملوا كطبقه متوسطه اللي كناكلوا حنا العصا اليوم هاد العبء على الدوله، والدوله ما باغاش تحمل حتى العبء ديال الابناء ديال واحد الطبقه اللي هي فقيره او محتاجه للتعليم العمومي حتى هو يتحرموا منه. ولكن كان كنتالم كل صباح وانا كنعرف بان واحد الوليدات ما مشاوش يقراو، كنتالم كل صباح. موضوع مؤلم جدا. هي المسؤوليه قائمه على عاتق الحكومه طبعا، ولكن بالمقابل حتى الاساتذه الان كاين حوار مع النقابه اللي هي الممثل ديال هذه الاساتذه هذه، كاين تنسيقيه، هذا نقاش اخر ممكن نتكلموا فيه. ولكن حتى الاساتذه نفرضوا انهم في القوه التفاوضيه ما كناخذش كل شيء وما كنعطيش كل شيء. الان وصلنا لواحد المرحله ديال قرار الحكومه التجميد، ربما كاين تلاعب بالبعض كيقول جميد حنا السحب هذا الامر ازمه مصطلحات بين قوسين، ولكن واش مفروض على الاساتذه حتى هم يبينوا حسن النوايا ديالهم على الاقل ما نضيعوش هذه السنه، راه كتبقى المصلحه الفضلى للتلاميذ. دابا هو كاين مشكل ما بين التنسيقيات والنقابات، كاين فقدان الثقه في النقابات، هذه اشكاليه اللي صعيب انها تحل. ثاني حاجه هو ان كتعرف ديك بلغه السيل الزوبه فعلا، كتعرف واحد الانسان اللي كيبقى ساكت نهار اللي كيغضب ما كيقدرش يتحمل سنوات تراكم سنوات وتراكم وعندنا مشكل اخر اللي هو مشكل اقتصادي. عندنا حالات ديال التضخم، عندنا ارتفاع في الاسعار، يعني داك الاجر اللي كياخذ الاستاذ راه ما بقى كافي في حتى شي حاجه، وهذا المعاناه ديالو الا ما جاش يدير واحد الضغط باش يسمعها للمسؤولين وحتى للمجتمع راه ما غاديش توصل، لان ممكن غادي تحل المشكل مؤقتا وغادي تنسى الموضوع. انا ماشي كنقول هاد الهضره باش كنعطي المبرر، بالعكس انا اتمنى من كل قلبي ان الاساتذه يتنازلوا شويه، يعني انا الاوان باش يكون واحد التنازل من جهتهم ايضا. هاد التنسيقيات خاصها تفكر في حل كما قلتي الحل الوسط، لان بطبيعه الحال حتى الحكومه انا قلت بانها مسؤوله، ولكن عاوتاني حتى في اطار التفاوض ما يمكنلاش هي غادي تتفاوض مع التنسيقيه اللي ما عندهاش واحد ستاتيو، ما عندهاش واحد القانون اللي هو واضح. دونك هادي مزيان يسمعوها الاساتذه، ما كاينش شي حاجه سميتها تنسيقيه الا فيما يتعلق بتدبير الترافع ديالكم. اما النقابات راه هي نورمالمون اللي عندها ستاتيو قانوني اللي ممكن من خلاله تكون عندها واحد الصفه وعندها واحد الكيان، عندها واحد الشخصيه معنويه اللي غتقدر تكون طرف في تفاوض. ما يمكنش غادي تفاوضوا مع اي كان، ما يمكنش غادي تكون الامور يعني. وبالتالي خصوصا هذه التنسيقيه الوطنيه راه فيها مجموعه ديال الفئات التعليميه، راه واحد 16 ولا 17 فئه، وبالتالي فمن يمتلك المشروعين من اجل التفاوض. دونك باش ما نبقاوش في الازمه كنظن بانه يجب التفكير في حل وسط، يجب يعني نكونوا حنان على بعضياتنا، نفكروا في واحد الحل اللي هو ندير واحد الخطوه الى الامام من اجل يعني الحد من هذا المد اللي ولا خطير جدا. عرفتي ملي كتفكر التلاميذ والتلميذات ديال البكالوريا ديال السنه الاولى والثانيه بكالوريا، ماذا ينتظرهم؟ وملي كتشوف الاثار النفسيه الخطيره والجسيمه على هؤلاء التلاميذ اللي كيقدر ينوض في الصباح وكيشوف الجار ديالو اللي ربما الامكانيات نسبيا متوفره، لان الناس راه ما عندهاش كتقري ولادها فلوس وكتجوع، كيشوفوا الوليد غادي مع باباه ولا غادي في الترونسبور يقرا وهو ما عنده ما يدار. ثانيا اللي خطير وهذا الكلام موجه للحكومه بطبيعه الحال هو ان هذا الشيء اللي كيوقع دابا راه ممكن يفرز نتائج غير متوقعه، ومن اخطرها واكثرها جسامه هو الجنوح ديال الاحداث، لانهم اللي غيولي هذا الفراغ كله
راه الناس غتبدات راه ممكن بدات نحارف فراغ المدرسه عندها دور تربوي وحنا كنعرفوا بلي ديك العطله كدوز بواحد السرعه كنقولوا فوقاش غيرجعوا الوليدات للمدرسه باش يندمجوا ينخرطوا في داك المسار اللي هو عنده واحد التاثير تربوي على التنشئه ديال الشباب وديال الاطفال ديالنا. اليوم ملي كنشوفوا الطفل عنده واحد ساعات كثيره ديال الفراغ واحد ساعات كثيره وهو كيتواجد وسط في الاحياء اللي هي كتعرف الامكانيات ديال بزاف ديال الاسر كيقدر يبقى في الزنقه نهار كامل. ماذا ننتظر ونحن اليوم نهضروا الحق في التعليم ونرشحوا فلذات الكبد ديالنا الانحراف والجنوح. هذه كارثه بجميع المقاييس ويجب ان يكون هناك تدخل وحل صارم يعني من جهه الحكومه مع ذاتها ماشي صارم غادي نمشي نبدا نعنف المحتجين صارم مع ذاتها في اتخاذ قرار يعني اللي غيقدر يكون مقنع. وكذلك الاساتذه ايضا ان الاوان انهم يتنازلوا شي شويه باش ما نوقعوش في كوارث مجتمعيه. نعم، على ضوء هذا النداء اللي وجهته الاستاذه مريم جمال الادريسي وانت محاميه بهيئه الدار البيضاء والحقوقيه ايضا والفاعله السياسيه، شكرا جزيلا لك كنت معنا في هذا البرنامج. مشاهدي الكرام كنتم معنا ضمن هذه الحلقه من برنامج ضيف وقضيه، شكرا والى اللقاء.